سلطه برغل. انا هنا عندي هعمل سلطه برغل، بس انا هعتبر حطها على النار اهو عشان هعملها حمرا شويه. فانا عندي بصل بشوحه في ايه، معلقتين زيت كده ماشي، مع شويه ملح. البصل تشويحه صغيره، الثوم بس الاول، فصين ثوم شوحه مع البصله، معلقتين صلصه او معلقه كبيره من الصلصه، شويه ميه صغيرين، تعاون لي الصلصه والبصل بس كده. فلفل رومي الوان، هي وصفه سريعه، هي على النار بس كلها سريعه يعني تاخدش معايا وقت خالص. حط بس اظبط ملح وفلفل، عايزه شنه شطه ماشي، كل دي سنه مفتريه. انا مالي، هي اللي كبت. حط بقى البرغل يعني متصفي، مش مشطوف كده ومتصفي او مبلول، واقلبه معاها. دي بتتاكل سخنه او بارده يعني، بل البرغل بس ما تخليهوش يعجن معاكي، لا بليها وصفيه بسرعه ما يتنقعش كتير في ميه. بس استني انا اشفيها بقى على النار شويه كده، خليها ايه تقرمش كده او يعني تشرب الحاجه. بعد كده عندي بقى بقدونس، عندي نعناع، ده في الاخر خالص. عندي ريحان اللي انت عايزاه من الخضروات بقى، دي بتبقى في الاخر خالص. كزبره، شبت، اي حاجه خضراء في الاخر. تمام.